بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج ده بيحول دي دبليو جي تو اس في جي. اول حاجه بقول له اديت دروينج فايلز، واختار من الملفات بتاعه الاوتوكاد اللي هي امتداد دي دبليو جي او دي اكس اف او دي دبليو تي او دي دبليو اف. مثلا اختار الملفات ديت اوبن، تمام، وخلاص ببدا اشوف بقى ايه انا هحول فين المسار الجديد اللي انا عايز احط الحاجات فيها. اوكي، ده المسار اللي هيخرج منه الملفات اللي هي اس في جي. اقول له ايه كونفيرت ناو، بس بيبدا يحول الملفات زي ما انا شايف عمرو سليم.